قدمت قيادة التجمع اليمني للإصلاح وقيادات سياسية وقبلية في العاصمة السعودية الرياض واجب العزاء في وفاة رئيس هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة ريما وعضو المجلس المحلي للمحافظة الشيخ غالب المسوري. وقدم رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي والأمين العام الأستاذ عبد الوهاب الأنسي وقيادات في الهيئة العليا والأمانة العامة والكتلة البرلمانية للإصلاح قدموا العزاء لأولاد وأسرة الفقيد الراحل الذي وفاه الأجل السبت بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال. وعبرت قيادة الإصلاح عن التعازي الحار في رحيل المناضل المسوري مشيدين بما قدمه الفقيد من عطاء في مختلف المجالات ومؤكدين أن اليمن فقدت برحيله شخصية اجتماعية وسياسية قدمت لليمن الكثير. وقد أشار المشاركون في العزاء إلى الأدوار الوطنية والنضالية التي لعبها الشيخ المسوري منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى وفاته وما كان له من دور في تأسيس دور القرآن الكريم والمحاضن التربوية. هذا وتقدم العزاء قيادات حكومية وأعضاء في مجلسي النواب والشورى وكذا عدد من قيادات السلطة المحلية لمحافظة ريما وقيادة أعضاء إصلاح المحافظة وجمع غفير من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية ومحبي الفقيد. شيخ بمعنى الكلمة في أبهى صورة، رجل القرآن بمعنى الكلمة، أخلاقه مستمدة من القرآن، سلوكه مستمد من القرآن، أثره التربوي في أسرته ومجتمعه كبير، عرف بحل المشكلات، عرف بالإصلاح بين يحبه الجميع. ليس هنالك أبلغ من تلك الجنازة العظيمة التي حضرت من مختلف مناطق ريمة بالآلاف وامتدت على عدة كيلومترات، الآلاف من الناس الذين حضروا وشيعوا، رغم أن الخبر بين وفاته وبين موعد دفن الجنازة كان قصيرا جدا. يعني لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت ريمة أباها، أنا شخصيا فقدت أبي الثاني الذي كان له كبير المكانة في قلبي. كان شيخا قبليا وداعية ومناضلا من مناضلي اليمن وعلم من أعلام اليمن ويعتبر من أعلام ريمة الكبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. نيابة عن الأخ المحافظ الشيخ أحمد علي الحوري و وكافة السلطة المحلية حضرنا تأبين العزاء للشيخ الفاضل المجاهد غالب علي المسوري. حقيقة رحيل الشيخ المسوري خسارة ليس لريمة فحسب وإنما خسارة لليمن قاطبة. نعزي أنفسنا جميعا، نعزي أبناء محافظة ريمة ونعزي أبناء الشعب اليمني برحيل هذه الهامة الجامعة والشخصية القبلية والشخصية الدينية التربوية القبلية التي جمعت كل معاني الخصال رحمة الله عليه. ارتبطت علاقتنا بهذا الشيخ ارتباطات بحل قضايا المواطنين، وكان من أفضل المشايخ وكنا منسقين معه. والشيخ غالب تاريخ نضالي لريمة ورمز من رموز ريمة رحمه الله، وتعازينا لكافة أسرة الراحل وتعازينا لكافة أبناء ريمة. نعزي أنفسنا وأسرة الشيخ غالب المسوري ونعزي مسور وريمة واليمن. هذا الرجل الشامخ الذي عرفناه وبصمته تشهد بفعل الخير وشق طرقات وأعمال خيرية، ورجل كان مقدى، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. الشيخ غالب رحمه الله رجل داعية ومربي أيضا، بصماته الكبيرة في تأسيس المعهد العلمي في مسور حتى أثمر ثمرات كبيرة، نسأل الله أن يجعلها في سجل وميزانة حسنات إن شاء الله. وجهوده أيضا الكبيرة في تأسيس دار القرآن وتخرج منه أعداد كبيرة من الذكور ومن الإناث، نشر الخير، بنى المساجد. لما تكلمنا عن هذا الجهبذ الرجل العالم الكبير، أنا لم أعرفه ولم ألتقي به إلا مرة واحدة هنا في الرياض، ولكن بصماته توجد في نواحي ريمة وأعماله الخيرية لا تعد ولا تحصى، فمهما تكلمنا لن نؤدي حقه، ولكن نقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الشيخ غالب لم نخسره نحن يعني كأسرة، وإنما خسرته اليمن كرمز من رموز القبيلة.
الشيخ غالب كان من المناضلين الكبار منذ سبعينيات القرن الماضي، أسس دار للقرآن الكريم في مسور، تخرج من هذا الدار يعني المئات من الحفاظ، الآن هم في مختلف محافظات الجمهورية مربيين ومعلمين ومدرسين للقرآن، بل وفي بعض دول الجوار كأئمة مساجد وأبرز قراء للقرآن الكريم. الشيخ غالب يميزه أنه جمع بين الرموز أو بين مفردات ومعاني القبيلة والسياسة والدين. الشيخ أوتي من الحكمة ومن فصل الخطاب، لذلك كان يحتوي الكثير من المواقف والمشاكل على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى اليمن. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يلحقنا به صالحين.